انا هنا دكتور احمد، فورينا شعورك يعني انك صاحبنا مختار مسافر الليله بتاع زول لا يمكن ما قدر يعبر يعني غرب التعبير يعني شوف سيدنا ذا شعورك شنو يعني والاطباء لانه تسلسلون يوما بعد يوم واحد بعد واحد من جامعه السيوت طيب انا قاعد اكون اول واحد بعدهم يعني تالي طوال لا لا تقريبا ما عندنا لك حاجه دكتور مروان ايوه راح ورينا شعورك كده والله راقبين بس والله احنا راقبين تقدير لكم بعدين الفيديو اخذت لنا 7 سنين بعد ورينا حتى لو سنة ولك دايما المختار كان كسر العنق والله راقبين برضه حتى لو كان 10 سنه ولا 20 سنه راقبين طبعا كلام دي حقيقة كلام دي بدينك دي حقيقة انا وياه دكتور السعودي خطوة حزينة والله فارقنا مختار لكن ان شاء الله الله يوفقه ايوه تكون تكمل مسيرته الدراسية ان شاء الله ان شاء الله ده ما في له داعي دائما زي اي فيديو راح ورينا شعوره يعني وصاحبنا ومسافر يعني وكسر الحلقة والله يا فرد شعوري يا اخي ما بصراحة يعني ما شعور ما مرضي شعور كده ما بدوزي بزاف ارمي سلام لي والله واحنا برضه بدنا نلحق ان شاء الله تلحق امتى؟ والله انت بعد 7 سنوات بس ما تكسر حلقة ها؟ 7 سنوات فاحنا نقول لك ان شاء الله تجينا نراجع يا سيد مختار يا بشر انا دليت من الماسوره اذا ما اركب فيها نهائي كيف هذا؟ شو ماسوره لك؟ ماسوره انا نزل من اذا ما اركب فيها فنحن ما راكب ماسوره ها؟ زلت تكلم زي لا لا ماسوره انا قلت انا بس راكب ماسوره انتم ما راكبين يا اخي ربي يوصلك بالسلامه هذول عنده حاجه ثانيه؟ ضيفه للسجل النجمي؟